بتقول الأسطورة إنه الإمبراطورة الصينية سيلينغ شي كانت عم تشرب شاي تحت شجرة التوت، فبتوقع وحدة من الشراني أو الكوكون بقلب فنجان الشاي السخن تبعها، بتجرب تشيله ما بتلقطها وبتشيله، فبتلقط الشرنقة شوي بإيدها، بعلق طرف الخيط على إصبعها وبتبلش تسحب. وهيك اكتشفوا إنه من هيدي الشرنقة فيطلع عنا خيط طويل طوله بين 500 وال 1500 متر. من هالأسطورة نرسمت طريق الحرير من الصين لأوروبا من مئات السنين. بما أنه للبنان حصة بكل الحكاية التاريخية، بيعرض متحف الحرير ببسوس معدات صور ومعلومات عن تاريخ صناعة الحرير بلبنان وعلى طريق الحرير. طريق الحرير مرقت بلبنان بسور، كانوا يصبغوا الحرير بالأرجوان بلون الأرجوان الطبيعي من صدفة الميراكس ليرجعوا يبعثوه على أوروبا. هالصناعة بلبنان انتهت، ولكن متاحف من هالنوع المقامة بقلب معامل حرير سابقة حافظة تفاصيل وأسرار هالأسطورة.